أعتقد أن حسام باولو بإمكانه أن يصل أيضا برصيده إلى العشرين هدف اللي عملهم الموسم الماضي. آدي مرة تانية حسن الشامي يلعبها ولكن في فاول. في فاول بالأمس إعجاز كروي لكريستيانو رونالدو في مباراة فولفسبورغ الألماني ما أمام ريال مدريد في لقاء دور الثمانية، لقاء العودة لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.